كوكبة من كل الكائنات، ناس اتلمت سوا في مكان واتفرج بقى كده على الحوارات، اللي ألف وما بيخربش واللي عينيه بتطق شرار، اللي جميلة قوي وما تتسفش واللي مخبي وراه أسرار، اللي معه ملايين في بنوك واللي ذكية ذكاء كبار، واللي دماغها دي في اللالان عقلها كان في دماغها وطار، وفي يوم نحس وبقصص فخص واخص على الحظ واخصين خبط ودب وهب في ثانية الطيارة نزلت نصين، وفي يوم نحس وبقصص فخص واخص على الحظ واخصين خبط ودب وهب في ثانية الطيارة نزلت نصين، هيعيشوا بقى مع بعض شوية مش بمزاجهم مضطرين في جزيرة ما فيهاش صريخ ابني يومين، حتى هيعرف هما فين في جزيرة ما فيهاش صريخ ابن يومين، بوم طخ بوم بوم طخ لا لا لا، 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 هنا تحضر في اللبس البنت ومولات ايه واجمد ماركات، فرجه طلقة واسرع لابتوبات والاجتماعات، اما الاكل لذيذ وفريش فتة وموزة وحلويات طول الوقت قصاد الدش افلام وبرامج واتشار، وفي يوم نحس وبقصص فخص واخص على الحظ واخصين خبط ودب وهب في ثانية الطيارة نزلت نصين، وفي يوم نحس وبقصص فخص واخص على الحظ واخصين خبط ودب وهب في ثانية الطيارة نزلت نصين، هيعيشوا بقى مع بعض شوية مش بمزاجهم مضطرين في جزيرة ما فيهاش صريخ ابني يومين، هيناموا فين وهياكلوا منين وحتى هيعرف هما فين في جزيرة ما فيهاش صريخ ابني يومين، بوم طخ بوم بوم طخ لا لا لا، بوم طخ بوم بوم طخ لا لا لا، بوم طخ بوم بوم طخ لا لا لا، بوم طخ بوم بوم طخ في لا لا لا. قاعدة لوحدك ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انت طلعت منين؟ طلعت منين يعني ايه؟ جيت من العنبر على طول. والله ما حسيتش بك خالص. ايه ده؟ هو انت هو انت عادة بتحس بيا قبل ما اجي؟ الصراحة انا بشم ريحتك من اخر الدنيا. ريحتي انا ما بحطش برفان. بشم ريحتك. فهمت. اصل انا خدت دش من شوية فيمكن عشان كده ما حسيتيش بيا. يمكن، الله اعلم. من ريحتي؟ طب انت قاعده لوحدك ليه كده؟ انت مش قلتي انا زهقانه هقوم انضف المباني اللي حوالينا؟ والله الصراحه لقيت القمر كامل وفي نسمه هوا كده هون، فقلت اما اقعد مع نفسي في الطراوه شويه. ايوه القعده مع الذات دي. ايوه مع الذات تبقى حلوه فعلا. فعلا قمر جميل والهوا جميل برضو. عارفه يا ناس عتاب، يعني برغم ان احنا شفنا ايام صعبه هنا في الجزيره وقابلنا مواقف اصعب، بس مش عارف ليه كده حاسس ان احنا ان شاء الله ان شاء الله هنخرج من الجزيره دي على خير. يا رب ان شاء الله. طمني طمني، ونقعد بقى نفتكر المواقف الصعبه دي ونقعد نضحك عليها، ونفتكر برضو ان كان في حاجات حلوه هنا في الجزيره. يعني كفايه يعني ان الواحد تعرف على ناس حلوه زي كده يا نسى عتاب. ربنا يخليك يا باسم، والله كله من ذوقك. هو ايه اللي كله من ذوقك؟ هو انت يا عتاب بتكلمي عمو محسن جوز عمته؟ في عتاب ما فوقي كده عتاب ممكن نتكلم بصراحه؟ وماله نتكلم بصراحه؟ اي بس من غير زعل. هو انت هتقول لي حاجه تزعلني؟ لا هي جمله بتتقال كده، ممكن نتكلم بصراحه من غير زعل. الصراحه ما تزعلش. اصل انا بصراحه يعني اول لما وقعنا على الجزيره هنا وانا مش طايق جنس مخلوق من اللي موجودين، وانت تحديدا يعني ما كنتش طايق خالص، اصلك كنت عامله فلوطه كده وفاهمه كل حاجه وبتقعدي تفتي ومستفز، عايزه قلم كده على وشك عشان انت اللي كنت عايز قلم ينزل كده هو على وشك. نعم
ايوه عامل لنا فيها بورم، وكل شويه طلعنا المسدس بتاعك فرحان بيه، وطلقاتك ما بتخلص. ايوه ما بتخلص عشان ربنا مبارك لي في طلقاتي. وبعدين ايه بورم دي؟ ايوه إن انت بورم. لا يا ماما انا مش بورم، في ناس بتصطنع ان هي بورم، لكن انا الحمد لله على طبيعتي يعني بورم لوحدي كده. هو مش انت قلت اللي احنا نتكلم بصراحه ومش هنزعل؟ ايوه صح، انا قلت مش هنزعل، يا ريتني كنت قلت. بس يعني الكلام ده كان زمان اول لما شفنا بعض، بس بقى بعدين يعني لما عاشرنا بعض وبقينا اسره واحده، اكتشفت بقى ان انت انسانه يعني طيبه وجدعة ومحترمة وفاتنة وساحرة. لا أعوذ بالله، أنا ماليش في السحر. لا ساحرة مش اللي هي المشعوذة، ساحرة اللي هي جذابة دي، جميلة يعني إنسانة تتحب. تتحب؟ آه تتحب في الله يعني. آه يعني اللي أنا قصدي يعني إن أنت إنسانة جميلة وأكيد كنت مرتبطة طبعا، يعني مرتبطة بقى بزميلك في الشغل أو حد من جيرانكم في الكومباوند او في الحاره او في البلد، مش عارف انت منين اصلا. يعني اللي انا متاكد منه ان انت ما تتسابيش. اكيد ما تسابش دون اكيد، بس اللي اكيد اكيد اللي انا مش مرتبطه. ليه؟ ليه؟ لان انا شخصيه صعبه المنال، يعني مش اي حد كده هو يملى عيني، ومش اي حد يملى دماغي. اي حد؟ اي حد؟ اي حد. الصراحه يا باسم انت كمان شخصيه محترمه، وانا مبسوطه قوي اللي انا اتعرفت عليك. ربنا يسعدك وتلقى خطيبتك باذن الله ويهنيكوا ببعض. خطيبتي مين؟ خطيبتك هناء. هناء؟ يا هناء صحيح، صدقني ان انا نسيت ان هي كانت معانا على الطياره اصلا. نسيت ايه؟ ده انت فلقتنا بيها من ساعه ما وقعت وانت يا هناء يا هناء. ايوه اصل الاحداث يعني اللي عدت علينا دي نسيتني خالص. نسيت ازاي؟ هو في حد بينسى البني ادم اللي بيحبه؟ لا طبعا مفيش حد ينسى البني ادم اللي بيحبه، بس انا وهناء اصلا ما كناش بنحب بعض، يعني لا انا بحبها ولا هي بتحبني. امال هتتجوزها ليه؟ احنا كنا هنتجوز عشان كان في مشكله بين عيلتي وعيلتها. ايه المشكله؟ انا احكي لك. اصل انا ابويا وابوها كانوا اصحاب من زمان، من وهم صغيرين، يعني كانوا بيشتغلوا مع بعض ويلعبوا مع بعض ويدرسوا مع بعض، حتى يوم لما قرروا بقى ان هم يعتمدوا على نفسهم ويشتغلوا، قرروا ان هم يشتغلوا مع بعض، فسافروا العراق وقعدوا شويه حلوين وعملوا خميره حلوه الحمد لله، وبعدين رجعوا من غير ولا مليم، تفهميش بقى ضيعوا الفلوس دي على السهر ولا على القمار. يلا ربنا ستر الحليم. المهم لما جم قالوا خلاص احنا نجيب بيجو 7 راكب ويبقى شركه ما بيننا ونشغله، اسماعيليه مرج اسماعيليه. فين الاشكال؟ والله ما كانش فيه اي اشكال، والحياه كانت ماشيه وردي، بس بعد ما ابويا وابوها ماتوا، اصل هما الاثنين ماتوا في يوم واحد. في البيجو؟ لا في الميكروباص، اصل كان في واحد صاحبهم شغال في ليبيا عنده ميكروباص، وهما كانوا راكبين معاه، ما تفهميش عملوا ايه في الميكروباص اتقلب بيهم، يلا يعني ربنا ستر الحليم. المهم بعدها العيلتين اختلفوا مع بعض. اختلفوا على البيجو؟ لا، اختلفوا على الاجره. ازاي؟ ما هو انت مش فاهمه، البيجو ده كان 7 راكب، عيلتي كانت بتاخد 3 وعيلتها كانت بتاخد 3، يتفضل راكب مين اللي هياخده؟ وانش عرفني، مقسموها مع بعضيه. ما هو انت مش فاهمه، الاجره كانت 13 جنيه 35 قرش، 13 جنيه 35 قرش على الاثنين هتساوي كام؟ صحيح صعبه دي. طب ابوك وابوها الله يرحمهم كانوا بقسموها ازاي؟ ما هو ده السر اللي اتدفن معاهم، ماتوا قبل ما يقولوا لنا 13 جنيه 35 قرش على الاثنين بتساوي كام. المهم العيلتين قالوا خلاص يا جماعه انت وهناء تتجوزوا، بحيث بقى ان ايه هم ياخدوا 3 وعيلتي تاخد 3 واجره الراكب ناخدها انا وهناء. قلت لهم ايه يا جماعه الكلام ده كلام هبل قوي. قلت لها هناء انت موافقه على الكلام ده؟ قالت لا طبعا انا ما بحبكش. قلت لها ما انا كمان ما بحبكيش. قلت لها خلاص تعالي بقى ايه، بدل ما نضيع الفلوس ديت على مصاريف الجواز، تعالي نبيع البيجو ونجيب ميكروباص 14 راكب، بحيث ان عيلتها تاخد 7 وعيلتي تاخد 7 ومحدش يزعل. والحمد لله بعنا البيجو وجبنا ميكروباص 14 راكب وشغلناه رمايه ابشواي ابشواي رمايه. بعد اسبوع واحد اسبوع كرسي قلاب من كرسيين القلاب اللي في الميكروباص اتكسر، فرجعنا لنفس المشكله، بقى الميكروباص 13 راكب. فقلنا ايه يا جماعه هنعمل ايه؟ وخصوصا ان اجره الميكروباص كانت 7 جنيه 75 قرش. قلنا طب هنعمل ايه؟ 7 جنيه 75 قرش على الاثنين هتساوي كام؟ قلت لها خلاص يا هناء تعالي نتجوز انا وانت حقنا للدماء وحقنا لوسائل المواصلات. ليه كده هون يا باسم؟ ما انت كنت مبتدي كويس، دخلتني بقى في الميكروباصات والزحمه والكلاكسات والكرسي القلاب وقلبت لي دماغي. يعني من الاخر يعني انت ما بتحبهاش؟ لا ما بحبهاش ولا بحب ايه ده؟ يخرب بيتك يا فرج، هو حبيب ايه؟ اكيد شغل جهاز الانذار. تعال نروح نشوف. منك لله يا فرج، مش قادر تستنى شويه؟ بسم الله ما شاء الله، الله ينور يا استا فرج، ده انت نورت المنطقه كلها. بسم الله ما شاء الله، تسلم ايدك يا استا فرج. لا حلوه دايت الافراح ديت، حلوه قوي. بسم الله ما شاء الله، تسلم ايدك يا استا فرج.
ده بقى التواضع بقى بتاع الانسان بقى، يعمل الحاجه وما يتكلمش، يعني لسانه يعجز عن الكلام. طبعا. تسامينك يا سفارة. سعيد سعيد. معلش لا، الموضوع مش سعاده. فرج انت بتكهرب؟ ده بيتكهرب. طب انا واحد فاهم اللي بيتكهرب. ايه يا عتاب اللي بتقوليه ده؟ اكيد الاتنين بيتكهربوا. فرج انت بتكهرب ولا دي رقصه بتاعت النص؟ الكهرب. طب نعمل ايه؟ ايه اعمل ايه؟ معرفش، لازم نفصل الكهرباء. طب بقول لك ايه، ما تزقه. يا سلام، انا لو لمسته يا ماما الكهرباء هتبدي شفايا انا كمان. طب زقه بجزمتك كده اهو. يا حلا، وهو انا برجلي خشب ازقه؟ ما هتمسك فيا. شوف اي حاجه نازل بيها الكهرباء. ايه يعني اشوف ايه؟ حاجه خشب كده اهو تمسكيها تديله. خشب خشب خشب. الله الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم. بقالي ساعة بقول لكم ان انا اتكهربت وانتم بهايم، ما حدش فاهم ولا بقدر. كمان بتشتمنا؟ ده بدل ما تشكرنا. شكرا شكرا يا ستي، شكرا للمبة، شكرا للفيوز، شكرا لكل شيء. طب نطفي السرينة دي يعني ازاي؟ لحسن حد يسمعني. من عند البوكس اللي وراك ده. اوعى اوعى هظبط، اوعى بدل ما تتكهرب. مش من هنا ولا من هنا، يبقى من الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا خلاص عملت دماغ فولت عالي. انتوا مش سامعين؟ في صوت ضرب نار. استنى استنى، راح فين يا عتاب؟ استنى عظمت رجاء وراك. صوت ضرب النار جاي من هنا. حلو قوي، طالما صوت ضرب النار جاي من هنا يبقى يلا بينا نهرب من هنا. نهرب ايه؟ ما تنشافوا كده هون يا رجاله. عيب، انت قلبك ميت قوي يا عتاب. انا بميت راجل. يا لهوي يا الله، ما تنشافي قوي يا عتاب كده. منك لله عديت البيت. في ايه؟ والله في ايه يا عتاب؟ انت عماله تأمني علينا كده ليه؟ مش واثقه فيكوا الصراحه، حاسه ان انتوا هتسيبوني. ده احنا اللي مش واثقين فيك يا ست. ما تخافيش، يلا بينا. الصوت جاي من هنا هو. بس تحس ان الصوت ده مش حقيقي، يعني اكن حد بيعمله ببقه. ايوه صح، تحس ان فيلم اكشن لفاندام واحد عمال يتفرج عليه. يلا بينا. يلا بينا. استني خليك انت. يلا بينا انا وانت يا فرج. انا وفرج في الاول وانت في الاخر عشان تحمي ظهرنا. ماشي يلا. وراك حظك. واضح كده يا جماعه ان دي غرفه المراقبه بتاعت السجن. انت ايش دراك ان هي غرفه المراقبه بتاعت السجن؟ ممكن تبقى غرفه المدرسين ودي لوح المتفوقين، او غرفه الكمبيوتر مثلا. مدرسين ايه؟ مبدئيا مفيش كشاكيل، مفيش اقلام رصاص، مفيش صوره الناظر اللي بتبقى في غرفه المدرسين. دي يا جماعه غرفه المراقبه بتاعت السجن. مش دي اللي فسحها لك كنا واقفين فيها دلوقتي؟ هي ايه ده؟ ايه ده؟ ظهر كده يا جماعه ان حصل انقلاب هنا في السجن. المساجين بيقتلوا في الحراس. يا حول الله، تلاقيهم ما كانوش بيجيبوا لهم اكل، او ممكن كانوا بيجيبوا لهم اكل غير اللي هم طالبينه. ايوه يا جماعه، لو فرضنا ان ده حصل يقوموا بالمذبحه الدمويه ديت. ايوه، ما واضح ان هي مش اول مره، يعني كررت كتير. الراجل ده شكله القائد بتاعه مساعدة الباشا، عمال يديهم اوامر وبيسمعوا كلامه، وشكلهم بيحبوه كده زي نصر الرفاعي. انت شعرفك يا فرد باشا، دي حاجات ما يفهمهاش الا المجرمين العتاه اللي زيه، وده شكله عاتي من العتاه. انت تعرفه؟ لا ما اعرفوش يا سعاده البيه، ولا اعرف حد بالاسم ده. اسمي انا ما قلتش اسمي يا فرج. لا باشا، انا ما اعرفش مجرمين، انا راجل شريف الحمد لله. يا لهوي،
طفي طفي يا فرج، طفي القرف ده. طب اتفرج على الحته اللي جايه. اطفي يا فرج القرف ده. بالله بنتفرج عليه بقى. معلش يا عتاب، خليناكي تشوفي مناظر ما ينفعش تشوفيها. لا عادي يعني، ما الاخبار بنشوف فيها الحاجات دي على طول. ايوه بس برضه صعب عليكي تشوفي منظر الدم ده. والله هي دي الدنيا، ضحك ولعب وجد وعنف. لا ده فيلم مش دي الدنيا. انا مش عارفه الباب ما بيفتحش ليه. معلش عشان انت بس رايقه فمش بعد اذنك. الله فيها يا جدعان. هي وحدها بس اللي رايقه. لا الباب فيه حاجه اصلا. ما تنشف على الظابط يعني. انا ناشف على فكره والله. تابع بقى على الظابط قدام الغزالي عشان الحاجات دي عايزه رجاله. اتفضل. نشوا ده كده يعني. اتفضل يا ابو الرجاله. ليش بس عظمت يعني بس ماشي. ايه الرجاله ما جاتش ليه يا معلم فرج؟ لا الرجاله ما جاتش، ده مقفول يعني فولاذ. هو مين اللي قفل الباب؟ والنعمه ما قفلتش حاجه. نعم يا اختي، انت اللي قافله الباب. لا مش انا اللي قافله الباب. لا قافله الباب وقصادي كمان. فرج فرج بالراحه، اتكلم معاه بالراحه. انت مش شايف انا بكذب ازاي؟ خلاص اتكلم معايا انا اصلا. ايه؟ اتكلم معايا انا وانا هتكلم معاه. حاضر. عتاب انت اللي قفلت الباب صح؟ اه انا. طيب ليه بتقفل الباب؟ مش انت اللي قلت لي احمي ظهرنا؟ مظبوط. وبعدين انا ما اقدرش استحمل ان انا اخش مكان يعني او اوضه والباب مفتوح، لازم اقفله ورايا، انا متعوده على كده. هو متعوده على كده فين؟ ودي اول مره نشوف فيها باب. معرفش يعني، انا اخلاقي كانثى يعني لازم. مفيش رد، مفيش رد، خلاص اسكتي لو سمحت. هنعمل ايه بقى سعاده الضابط في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ والاوضه زي ما انت شايف ما فيهاش شباك، والباب فولاذ، هنطلع ازاي؟ هنعمل ايه يعني يا فرج؟ هنفتحه اكيد، هنفتحه، تعالى نتصرف. يلا يلا بص يا حزام بقى، كتف بكتف ونقوم بيه انا وانت بقى. ماشي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد اثنين ثلاثة. اجمد اجمد يا فرج، يلا مع بعضينا. خلاص خلاص كفايه. انا متهيألي ان الباب دون مسجر من بره، يعني لازم حد من بره هو اللي يفتح لنا، لان انا لما كنت بقفله عمل تكة. عتاب احنا كلنا على تكة، من فضلك اسكتي من فضلك. تكة؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ ايه ده فرج؟ هتحبس هنا؟ لا هنموت هنا؟ لا لا لا. ايه ده؟ ايه ده يا فرج؟ افتحوا الباب، افتحوا الباب. لا لا يا خزابت. ايه ده؟ انا مش عايز اموت هنا. ايه ده؟ حرام عليكم يا فرج. افتحوا الباب. ايه ده يا فرج؟ الافوار مش كويسة علشانك. الغزولي ورايا ورايا قفل عليا التلاجة. ده بيخرج. ايه ده يا فرج؟ ايه ده فرج؟ لا لا يا فرج، لا لا ما تخافش، هنفتح الباب، هنفتح الباب يا فرج. يعني يا رب أعمي الطيارة وأفقد الذاكرة والناس تضرب عليا نار واتربط في الشجرة، كل دون ما يحصلش حاجة، وأما أموت أموت في السايبر دون، وكمان ما حدش يضرب بينا. مش فارقة يا عتاب، كلها محصلة بعضها، حد يضرب ولا ما يضراش دينا هنموت في تيس. أنا كان نفسي بس أشوف أمي وإخواتي. شوف أمك وإخواتك إيه؟ تتعرف أمك وإخواتك يا عتاب؟ هي فرقة الدور والباقي على الست اللي هتترمل دي، دي ملهاش حد غيري. يا جماعة يا جماعة، أنا عايزكم تبقوا متفائلين أكتر من كده. أنا متأكد إن إحنا إن شاء الله ربنا هينقذنا من الورطة دي زي ما أنقذنا قبل كده. يا رب. جماعة بما إننا يعني هنموت، ففي اعتراف أنا عايز أقوله لكم عشان أتطهر من آثامي وآلامي. انا وانا في جريد 6 كنت باخد درس فرنش مع مدام لبنى، كنت دايما ارمي القلم تحت الديسك وانزل اجيبه. اخس 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 عليك واخسين، اصفخس عليك يا فرج. بترمي القلم تحت الديسك عشان تتفرج على رجلين المدرسه بتاعتك؟ انت فهمت ايه يا سعاده البيه؟ انا كنت بربط رباط الجزمه دي ورباط الجزمه دي في بعض عشان لما تقوم تقع على طول.
عشان تقعد تضحك. لا اضحك ايه، عشان اقعد اتفرج براحتي لما تقع. وانا صغير قوي كده. سامحنا يا رب. سافل قوي، بس شجاعتك دي يا فرج خلتني انا كمان عايز اعترف. انا كمان وانا صغير في جريد 6 برضو. لا انا كنت ساكن في السابع اصلا، بس لما كنت بلعب مع اصحابي بنك الحظ كنت بصمم ان انا امسك البنك، عشان اول لما احس ان انا هفلس اخد فلوس من البنك. يا نهارك اسود، تسرق فلوس من البنك؟ اعمل ايه اعمل ايه يا جماعه، الناس بتشتري بني غازي والبحرين ودول دولتين غاليين، وبيقعدوا يبنوا عليهم، يبنوا جراج واستراحه، وكل ما اعدي عليهم ادفع دم قلبي. اعمل ايه، ما كانش فيه قدامي حاجه غير النسرق. يا سيدي ارضى بظهرك، استلف من صحابك. صحابي ما كانوش بيسلفوني. انا طبعا غلطت، بس وعد وعد والله العظيم ان شاء الله لو ربنا نجاني من الورطه ديت مش هلعب غير السلم والتعبان. وانت عتاب مش عايزه تعترفي بحاجه؟ اكيد انت عملتي حاجات توديك السجن اصلا. يا اخويا هو انا فاكره حاجه؟ انا حياتي كلها هم الشوية دول اللي من ساعه ما وقعت من الطياره، ومن ساعتها وانا حاسه ان مفيش امل في الدنيا، ولا في حاجه راحت ولا في حاجه جايه، لحد ما قابلت بني ادم معانا يعني على الجزيره. هو صراحه يعني ما لفتش نظري في الاول خالص، بس مع الوقت مش عارفه ليه بقيت بحس كده هو ان اللي انا مرتاحه وهو حواليا، وهو الوحيد اللي كان بيديني امل في الدنيا. سبحان الله زي ما تقول كده هو ان موضوع الطياره دون متقدر انه يحصل عشان انا وهو نتقابل. انا كان نفسي يعني اقول له اللي انا اتولدت من جديد من ساعه ما قابلته، بس الحق اللي انا اتولدت من جديد من ساعه ما قابلتكم كلكم يعني. طيب ممكن يا عتاب تقول لنا مين هو الشخص ده؟ لا مش ممكن. اقول لك ليه؟ لما يبقى هو موجود بقول له، انما اقول لك انت بتاعه يعني؟ لا يعني قول لنا مواصفاته بحيث ان لو حصل لك حاجه لا قدر الله نبقى نبلغه احنا. ماشي اذا كان كده هو، معلش هو عنده شنب. استنبط انت بقى. عتاب عتاب ما تحرجنيش. الله، انا لو طوعت كل واحده بتقولي بحبك مش هخلص والله. وبعدين انا شخصيه مزبزبه يعني، مره اقول مره اقول لا، هتتعبي معايا. خلينا اخوات احسن. جاك خوت في دماغك. انا بقول عنده شنب وخلاص، مش عنده شنب وكمبوشه. لا يا هانم، ايه اللي كمبوشه؟ معلش معلش يا فرج، انت مش عارف بتقولي كمبوشه ازاي. ما انت برضو خيالك واسع قوي يعني. هتبص لك عتاب، فكره عنده شنب دي مش علامه مميزه يعني، كل الناس عندها شنب. احنا عايزين علامه مميزه يعني، زي حسنة احمد السقا واحمد حسن الاسمر، سنة حمدي المرغني، علامة مميزة. فهمت. لما بيبقى موجود في مكان بيبقى فيه ظبط وربط كده، هو شخص مالي مركزه وبرم. برم؟ انا عرفته على فكرة. ايه الجمال ده؟ طب بسم الله ما شاء الله، انت بيضالك في القفص يا بنت والله العظيم. مفيش حد مركزه مليان في الجزيره دي الا دحروج. اللهم صل على النبي. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه ديت؟ ده راجل فنطاس طيبه. والله، وهو تشكليه على ايدك عجينه في رمضان قطايف، وفي العيد كحك. وتبيعي وتكسبي، وتبيعي وتكسبي، وهو تبقي مدام عجينه. ايه دول؟ في صوت ناس بره. صحيح في صوت. طيب ما تيجي نندى عليهم عشان يخرجونا. نندى عليهم ايه؟ طب افرض الراجل الخروف ده جاه ومعاه الرشاش عايز يقتلنا، نفتح له؟ يا اخويا ما احنا كده ولا كده، هو الميتين يمكن يطلع ناس طيبين ويساعدونا. بالظبط، يلا بينا. We'll be right back.
بوم